شبكة إنشادكم العالمية تقدم أجمل هدية قدمها لإنسان بسمة وفرحة تطرد الأحزان. أجمل هدية قدمها لإنسان بسمة وفرحة تطرد الأحزان. السعادة هو مطلب الوجدان، كون مثل بلسم في قلب حزنان. نور السعادة هو مطلب الوجدان، كون مثل بلسم في قلب حزنان. ساعد المحتاج شفقان، ايدك بايدك فالكل اخوان. ساعد المحتال وبقلب شفقان، ايدك بايدك فالكل اخوان. كلمة شكر لا تنتظرها لإحسان، أخلص النيات لوجهي رحمن. كلمة شكر لا تنتظرها لإحسان، أخلص النيات لوجهي رحمن. انظر برحمن لأي إنسان، حتى وإن كان سبق من عدوان. ارفع إيدينا ادعو له بغفران، واتمناه يكون في الخير فرحان. خلي وجودك في الدنيا بإيمان، كل من يحسن يجزى بإحسان. أجمل هدية